أنا أبلة فهيدة، ممثلة ومؤلفة ومنتجة دراما كوين. أنا عملت كل حاجة، مش ناقصني بس غير كنت أبقى عندي شركة كرفانات وأبقى أخدت المقاولة من أولها. موضوع مع نتفليكس ابتدى تقريبا من سنتين، تليفونات ومكالمات. يلا يا أبلة، نتفليكس محتاجاكي يا أبلة، إيه العالمية في انتظارك يا أبلة؟ قلت لهم أنا مش ممثلة. قالوا لي لا، بس قصة حياتك مليانة دراما يتعمل منها مسلسلات. فاتناقشت بقى معاهم وحددت الأجر ووافقت. ابتدت شهرتي زي أي أرملة مرموقة. بعد ما المرحوم نزل طلعت أنا فوق، وبنيت بقى على أحزاني وعملت من أحزاني سلم تسلقته للقمة. نتفليكس أقنعتني إن أنا أدخل التجربة دي بالزن، بالزن والفلوس. حاجات كتير قوي كانت شغلاني قبل ما أمثل الدور ده. أول حاجة هاخد كام، تاني حاجة هصور كام يوم. حضرت للدور في دراما كوين، رحت عملت بقى مايكرو بليدينج وبيرمننت لاشز، وفي رجلي ركبت دوافر أكريليك. أنا كأرملة مرموقة ما خفتش طبعا من تجربة التمثيل مع نجاحي كمذيعة ومغنية، إن أنا أرملة أحب التجارب وأحب أجرب قمم مختلفة، وفي الآخر أختار القمة اللي مريحاني وأقعد عليها وأتربع. أول لما عرفت إن إحنا خلاص هنصور دراما كوين، هما اتنين كلمتهم، دكتور التجميل والمرحوم. أنت عارف المرحوم بيجيلي في المنام كل خميس، قلت له إن أنا هطلع بطولة بقى مطلقة. يا حبيبي الروح اتردت له من الفرحة. العقد أهو وبشروطك، مش فاضل بس غير توقيعك الكريم بسرعة كده. يو تعب تعب، دور دراما كوين ده كان مليان تعب. أولاً الكرفانات ضيقة، ما فيهاش بانيو، ما فيش بيديه، وحاجة متعبة كانت خالص. أنا في الكاستنج ما بتدخلش خالص، أنا مجرد بعت الأستاذ خالد مرعي المخرج الترشيحات والتهديدات وهو اللي اختارهم بنفسه. بالنسبة للأشياء المشتركة بيني وبين شخصيتي في المسلسل، هو بصراحة أنا أي مبدولي العادي. أكتر مشهد كان قريب مني واتبسطت وأنا بصوره هو مشهد القتل، تري 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 دراماتيك. يا التجربة دي علمتني حاجات كتير قوي. أول حاجة اتعلمت إن أنا أسيب فرصة اللي قدامي إنه يتكلم، تاني حاجة إن أنا أقول حاضر لما يقولي كات، تالت حاجة إن أنا أصحى بدري يقولي عندك أوردر. فغيرت في شخصيتي كتير خالص. بالنسبة لتعاملي مع كارو في دور المسلسل كان طبيعي خالص، هو التعنيف جزء من تربيتي وحولته للشاشة عادي. مين هيخرج النهاردة مع مامته بعد الغدا يشتري هدوم جديدة ويضرب السموزي اللذيذ؟ أنا. لا بوج، انت لسه وراكي تنظيف الشلال، انت نسيتي ولا ايه؟ انت اللي نسيتي انك مخلفاني انا كمان. يهديك على برتمتك. انا مستوى تمثيلي قريب جدا من شارلي شابلن، لان هو في اداء بدون حوار والمشاعر بتوصل بشكل تلقائي. اصعب يوم عدى عليا يوم الاسكي، كان صعب قوي قوي قوي، خصوصا الكولون اللي انا كنت لابساه كان فيه ليه وكان بيدخل التلج في فخدي. مش ممكن يا كارو حد يحبك اكتر من ماما. بس انت ما بتحبيش غير نفسك وبودي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ في حد يحب ايده الشمال اكتر من ايده اليمين؟ ايوه لو كان اشول، بس انت عمرك ما هتعترفي انك غلطانه، عمرك. انا لو ما كنتش دلوقتي عامله دراما كوين كان زماني عامله حتشبسوت. دورها بيعجبني قوي كأرملة فرعونية مستقلة. أنا مشاهد العنف دي احترت فيها، كنت مشتتة أجيب دوبليرة ولا أعملها بنفسي، وبعدين قررت بأن أنا أعملها بنفسي لأن الصدق في العنف أهم حاجة، والأرملة دايماً بيبقى عندها طاقة، بيبقى حلو قوي لما تطلعها في مشاهد عنف. يا خربت البيوت منك لله، منك لله، خليك منك لله. سوسو حزبين سوسو، وانتني ما سايباكي يا فهيدة خربت حياتي. سيبيني سيبت مساريني، انا هموت. كل المشاهد كان ادائي فيهم غير عادي وبشهاده الكل، انا وكارو. بالنسبة لكاري وبودي ومشاهد الخطر، أنا مربياهم إن هم ياخدوا ريسك
والأخطار عايز يعدوها بإتقان واحتراف. عايز حاجة من بابتي لما أشوفه؟ يلا فيسي وانتشي، يلا تلاقي معايا. يلا يا بابتي. انت كلتي كفتة قد إيه النهاردة يا هنتي؟ شدتي. الحمد لله على سلامتي. لبوتانتك وقعت. لبوتانتي كتبت لي على كل الألوان. أنا كأرملة جميلة وحسناء ومغرية وغنية واخدة على المالتي تاسك، فكان بالنسبة لي مسألة إن أنا أألف وأمثل وأبقى المنتجة المنفذة ده عادي. دراما كوين اللي بعد التصوير تقول لدراما كوين اللي قبل التصوير خلي بالك في رينكلز في العين الشمال لازم تعمليها قبل ما تخش التصوير عشان ما تعمليهاش في البوست. في حاجة هنا بتلعب مش عارفة ده فار ولا إيه. لا أنا ما أحبش أشكر جمهوري، هو اللي مفروض يشكرني بصراحة. إنتاج نظافة فين المسيادة؟ خلاص كده أقوم؟ طب يلا عشان جوتي بس ورار ضاعة وحاجة مش عيبة خالص.